اخيرا خلصت، جزعت الذره كلها ونقيت كيلو اشعاع بحاله وعملت حله محشي يورانيوم. وبما اني خلصت شغلي اروح استريح على التلسكوب بتاعي شويه، اما نشوف هنكتشف النهارده كوكب جديد بقى ولا ايه. ده ايه ده؟ كوكب على شكل حته بطيخ؟ انا مش مصدق، انا اكتشفت كوكب على شكل حته بطيخ يا عالم. اوه ده كمان بيدور في فلك وجبنه مثلثات، دي مجره غريبه جدا. وايه ده كمان؟ في شمس كبيره بتعمل لي باي باي في العدسه. بونسوار يا دكتور. فلافيلو انت بتعمل ايه في الفضاء؟ شربت عصير كتير بس واتعشيت. ايه ده؟ يا ده الحظ السيء، التلسكوب اللي حلت باظ، بقى لي ساعتين براقب الحي بتاعنا على انه السما. باي باي فلافيلو. طلعت في الصوره عيني مقفوله، خدها لي تاني. المهم نرجع للفضاء بتاعنا بقى دلوقتي. اهلا بيكم يا نجوم، اهلا وسهلا يا بلوتو. يا مرحبا الساعة. اهلا بيكم كلكم، ودلوقتي ندور التلسكوب يمكن نلاقي كوكب جديد. ايه ده؟ ده شكله قلب. لا ده مخ، انا مش مصدق، يعني نصه قلب والنص التاني مخ، يعني ايه ده بقى؟ انا قدرت اكتشف كوكب جديد يا جماعة. انا لازم احضر شنطتي بسرعة واروح الكوكب ده. شنطتي تجهز حالا. جاهزة يا بروفيسور. خشة سناني. اخدتها. نضارة البحر. موجودة معي. ماكنة التوست اللي بترمي ليزر. معنا منها. صح، ما عندناش، كنت بختبرك. يلا بينا نتحرك حالا. اخيرا طالعين رحلة. انا ما كنتش منتظر منك الصدة بصراحة. ولا انا. أعرف ليش اجينا لهون يا بروفيسور؟ قلي. جينا هنا علشان دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن نروح بيها الفضاء. يلا اللي بعده. تمام، عدي يا شنطة ورايا. تمام، بتمنى انه الموضوع ينجح. ابعتنا يا كابتن. باي باي. شو هاد؟ يعني هي فقط الاستخدام بحالة الطوارئ؟ شو المقصود؟ هو يقصد يعني اننا كده رايحين الفضاء. كوكب القلب والمخ الجديد. يلا نستعد للهبوط، اجهز يلا. ايه حكاية الصريخ الجديدة دي؟ المرة الثانية بنجي بالطيارة، هي مو مريحة بنوب. ايه كل ده؟ انا مش مصدق، دي كل المخلوقات هنا على شكل مخ. ممكن يا بلوبيف استلف منك اكل قد محيط اضلاع المثلث؟ هديك يا لانشون، بس هاخد منك تمنها 2×2 جسر تربيع. 2×2؟ لكن ده كتير قوي. انت يا ابني ممكن تديني بطاطس من اللي عندك دي؟ طب انت عايزه كتله مربعه في ضرب جاذبيه قد ايه؟ بيديني اصغر عدد او اللي عندك وخلاص. انا مش مصدق، معقول كل الكائنات عباره عن عقول ذكيه جدا للدرجه دي؟ دول بيحلوا مسائل بينهم وبين بعض وهم في السوق كمان. تعالى لما نمشي وراهم نشوف رايحين على فين كده. معنا هذا الأسبوع في برنامج الأكوان الموازية سنشاهد انتقام عجلة الراحة السريعة. واو، انظروا انظروا ماذا أفعل. بابا بابا بابا. ما في شيء جديد على التلفزيون، كان زمان بيكون في برامج سياحية مفيدة جدا، على الأقل بنشوف أماكن جديدة. ما حد صار بيشوف الأشياء هذه، الإنترنت خلى الواحد يشوف كل الأماكن وهو جالس في بيته. طيب ممكن نعمل برنامج سياحي ونذيعه على الإنترنت، إيش رأيك في الفكرة هذه؟ ورح نوري الناس أماكن جميلة ما شافوها قبل كده. إيه رأيك نوريهم تحت سريري مثلا؟ أنا حجيب الكاميرا حقتي وأجيلك. يلا يا فلافيلو، تعال نحط راسنا في راس بعض ونفكر في أماكن حلوة. البانيو، ده مكان ما تصورش قبل كده. هذا مكان مبلل مرة. أهلاً أمخاخي الأعزاء، أنا جمعتكم النهاردة علشان هتكلم معاكم في موضوع مهم جداً. النيزك اللي في الشاشة ده عايز يضرب كوكبنا، وده طبعاً عدوان لازم نفكر إزاي نقاومه، وإلا هنروح في الكبدة. النيزك ده شبه المكرونة بالزبادي. الملفات شكلها اتلخبطت تقريبا، الكمبيوتر كمان مسكين مش ملاحق على ذكائنا الخارق. طب مين فينا اللي حط صورة المكرونة عنده كده؟ النيزك أهو، شايفينه؟ وطبعاً يا جماعة، النيزك ده هيضرب كوكبنا بعد تربيع عدد من الساعات، فاحنا لازم نتحرك بسرعة وإلا هنتمحي. لكن ده طبعاً مش كفاية، مضطرين للأسف نتعامل مع قبيلة القلب اللي عايشين في الطرف الثاني من الكوكب، وهم دول اللي قدامكو. ودلوقتي صورة بقلاوة، الكمبيوترات غريبة جداً النهاردة. الكائنات دول بقوا عاطفيين، وللأسف بسبب عواطفهم دي مش قادرين يتقبلوا إن النيزك جاي في اتجاهنا يدمرنا.
أما إحنا فلازم نحل المشكلة دي ونشرف أجدادنا اللي سابوا لنا تاريخ مجيد. أنتوا إيه رأيكوا نشوف دلوقتي أجدادنا العظام ونفتكرهم؟ ودلوقتي صورة طشت بدل صورة أجدادنا. ارمي يا عم الكمبيوتر ده بقى. دلوقتي تعالوا نعمل الشيء المنطقي بالنسبة لنا، نوقف النيزك ده لوحدنا ونوري قبيلة القلوب إنهم غلطانين لما فكروا ما ينضموش لينا. هي هي ده أحسن قرار. شايف إن ضلعين المثلث متساوي الضلعين دايما متساويين؟ لكن السرعة تساوي مسافة الطريق على الوقت. يا قوة الذكاء اللي فيكم دي يا جماعة، شو عم تعمل عندك؟ ما قدرتش أقاوم اللحظة. ها؟ ده شكله مش مخ زينا، أكيد ده جاسوس القلوب جاي يراقبنا. بسرعة امسكوه وحطوه في الحبس هو واللي معاه. ليش خفتوا منا؟ سيبونا سيبونا، أنا بريء، أنا أبداً ما عملناش حاجة. يا ابني إيه لازمة السريخ ده بس؟ بركي حدا فيه يساعدنا. الكل دايما بيخاف من اللي بيجهله. هما لما شافونا مختلفين خافوا وقرروا يعاقبونا ويحبسونا هنا. انت بتعمل ايه يا شنطة؟ عم طلع الاوعية اللي جبتها معي حتى ما تنكسر. شو مو فارقة معاك؟ الحق. ها انت جبت جهاز الاتصال بين المجرات بتاعي؟ قلت بجيبه، بركي بنحتاجه. انت اعظم شنطة في حياتي. طب صوتك ده مش حلو خالص. المهم بالجهاز ده اطلب مساعدة اصحاب الثلاثة الموجودين في الحي. تمام، كل شيء جاهز. ها صوت كويس يا ولدي. نظيف زي الزيت. فلافيلو، وانت ايش الاخبار؟ نظيف زي العسل. يعني متبقي كده تعريف المكان. ما حد شاف منكم المكان هذا قبل كده يا اعزائي المشاهدين. الو الو، انتوا سامعيننا عندكم؟ اه دكتور ابو العينين. ابو العينين، مبروك يا دكتور، انت طلعت على التلفزيون، خلاص ما راح تعرفنا بعد كده. افتحوا لي ودانكم واسمعوني كويس انتوا الثلاثه. فتحها كويس اهو، ومحدش يقدر يفتحها قدي كده، صح؟ انا دلوقتي محبوس في كوكب القلب والمخ، لازم تيجوا تنقذوني في اسرع وقت. دلوقتي هاتوا ورقه وقلم واكتبوا ورايا، اوصف لكم المكان. اتكلم. هتدخلوا اليمين اللي بعد بلوتو، وقبل المشترك كبير خدوا الشمال اللي عند التقاطع قدامكم، بين الاربع طرق كده هتلاقوا الكوكب على شمالكم. الراجل بيوصف لنا كده محطه بنزين مش كوكب خالص. لما تشوفوا المخاخ هتعرفوا انكم في المكان الصح. حلو جدا، هذا مكان روعه عشان البرنامج السياحي حقنا اللي حنصوره. راح نعرف الناس على كوكب ما يعرفونه ولا شافوه. كيف راح نروح الفضاء اذا؟ اكيد بالطريقه الخاصه حقتنا. بالطريقه الخاصه حقتنا كيف؟ يلا يلا ندخل فوق. يلا اعلى، يلا اعلى اعلى. انتم من طلبتم؟ هيا يا شباب سنرميهم بقوه. احنا رايحين الفضاء. عرفوا يحلوا موضوع الحرق لما ندخل الغلاف الجوي بدل دالي للحرق. ايوه ايوه، يا ريتهم يشوفوا حل ليه بدل ما يعملوا العاب للموبايلات وفيديو جيم. حسب الكتابات على الشاشه في الخوذه حقتي نسبه الهواء كويسه، ممكن نخلع خوذتنا وبدلتنا وراح نكون في امان. تمام يلا، انا كده هبدا تسجيل. فلافيلو ابدا حالا. المكان ده اتبنى سنة 1569 على يد سكان البلالايكا، وفي عام 3975 جم سكان تانية صنفروه وعملوا البوية الحلوة دي. من جد تأليف وتخريف ولا أروع. كمل. تأليف في رغيف على الماشي. احنا جينا المكان الصح، ماني شايف أي عقول هنا أبدا، شكلنا كده ضعنا. صحيح، ايش المكان الغريب هذا؟ عمو صافي، فيك تعطيني مفاتيح الشاليه مشان أقضي الويكاند؟ أكيد يا ابني طبعا. عيب هالسؤال، بس فرجيني بالأول قديش بتحبني من قلبك ولا لا يا ولد. هالقد يا عمو؟ ليك عم بتشوف؟ مظبوط بتحبني وما في حدا جواك غيري. يا ابني أعطيني نص كيلو جبنة بلا زيت من عندك، بس شي مرتب. قدي حقه؟ اتفضلي، هي حقه كلمة طيبة أو ممكن ابتسامة. انت كتير بتشبه ابني. تفضل خد هدول لإلك ومعن عبطة كبيرة كمان. يسلموا ستنا، مع السلامة. لو سمحت، المفروض يكون في عقول كثيرة هنا، تعرف فين ألاقيهم؟ العقول؟ هدول ساكنين بالنص الثاني من الكوكب. أوهو، أنا حاول قدامكم أتكلم بلغة الشخص ده وخلونا نشوف هنقول إيه مع بعض. قلت ايه؟ شو عم تقول انت منيح؟ اوه وبيجاوب كمان، حضارة متقدمة. تمام، بس لو احنا طلبنا من حضرتك شيء كده، يا ترى تودينا لطرف العقول ولا هذا صعب عليك؟ للأسف لينا صديق محبوس هناك. اكيد فيني اخدك، بس بدك تفرجيني قديش مقدار محبتك إلنا. قد كده ده كفاية؟ لا ما بكفي. قد كده. حلو، يلا مشوا معنا. Ben de
بتصور انه في شيء خطير عم يصير. تسجيل، ابدأ يا فلافيلو. مشاهدينا الأعزاء، دلوقتي احنا في قرية المخاخ. المكان اتبنى منذ الميلاد بثلاثة مليار على ما أعتقد. كمان حضارة الهوبالالا اتولدت هنا. نشيدهم الوطني واللي كلنا عارفينه هو هوبالالا، يلا نرقص حالة. شكرا جدا. أنا عمري ما شفت أليف كده. خلاص وصلنا، بس كيف حنعرف مكان دكتور أبو العينين هذا؟ ها؟ إيش هذا؟ هذا لبس دكتور أبو العينين، شوفوا علقهم برا عشان نلاقيه أكيد. يعني انت جبت بلاستر معاك بس نسيته وما جبتليش لبس زياده البسه. برافو، بقيت عامل زي العيال. دكتور ما تقول هيك، كتير لا بقلق. يا دكتور. اها ليس لقيتونا خلاص. فين المفاتيح حقت هنا؟ اكيد بجبت الحارس اللي قاعد قدامك. اوه شخصيه جديده ده بقى ولا ايه يا صاحبي؟ هقول لك حاجه، انا الشخصيه المرحه الوحيده هنا، لكن الشخصيه دي اتحجزت. ممكن يبقى الشخصية الغريبة دي كمان. دي آخر 10 دقايق قبل وصول النيزك، وإحنا مستنين هنا من غير أي فايدة. يلا بينا نهرب. تمام يلا أخرج بسرعة. في إيه؟ ما لقيتوش أي حل نوقف بالنيزك المتهور اللي جاي علينا ده؟ يا فندم حسبنا كل الاحتمالات، لكن من الناحية الحسابية احتمالية نجاحنا معدومة. لا إنكن بلا مشاعر. ها؟ ده قلب؟ أنت بتعمل إيه عندنا؟ وجودك هنا ممنوع نهائي. والفيل والأسود دول بيعملوا إيه؟ ومين دخلهم؟ يا فندم دول أصدقائي وكويسين، قوم عشان ينقذوني بس. أنقذوك على الفاضي يا جميل، بعد شوية النيزك هيجي يخبطنا ويدمرنا ومش هيبقى فيه أهمية لأي حاجة. ليش ما تشتغلوا كفريق واحد في القلوب والعقول؟ هذا حينقذكم. دي سذاجة، هم مستحيل يفكروا بمنطق أبداً، للأسف عاطفيين. شوفوا جينا كفريق ننقذ صديقنا دكتور أبو العينين، يعني إحنا معاكم بسبب عواطفنا. وبعدين باستخدام ذكانا انتبهنا على الدليل اللي سابه لنا دكتور أبو العينين هنا، شفنا ملابسه وعرفنا نيجي ننقذه. ايه قصدك يا شبل يا صغير انت؟ المنطق والعواطف دايما بيشتغلوا مع بعض، مو منفصلين، ما في شيء فيهم بينفع من غير التاني. انا دائما جاهز للشغل معكم وانتو عارفين نحن فينا نوقف النيزك اذا اشتغلنا سوا. اللي قلته كلام منطقي على فكرة، ما فيش ضرر من التجربة دي. كان في طريقة جربوها أجدادنا من مئات السنين وكانت ناجحة، إيه رأيك نجربها دلوقتي؟ طيب وليش لا؟ يلا نقضي على النيزك. تعال يا نيزك يلا. نحن نشكركم يا جماعة، نحن فهمنا قيمة بعض منيح ولازم نتحد. العفو ما في أي شيء. وبكده نبقى وصلنا لنهاية رحلتنا السياحية الممتعة النهاردة. ما تنسوش تحضروا شنطكم للرحلة اللي جاية في حلقة جديدة من برنامجكم تاتارارا. ما رح انسى. محدش هيبقى مضحك أكتر مني في المكان ده. اوعى تحاول تاخد الاهتمام مني يا حتة شنطة انت. ايه في بوقك؟ ايه خفت؟ ايوه شكلك خفت شوية. ها ادخل واجلس هنا. ماذا تفعلون؟ اتركوني سيدي. امسكنا صاحبنا هذا متلبسا وهو يهنئ احدا على الانترنت، كما انه يبث كثيرا من الطاقة الايجابية. ارجوكم دعوني، اتركوني، لا اريد ان اكون واحدا منكم، ابتعدوا عني. هيا دعوني دعوني داني داني دا تحديات ومشاكل كتيرة. الدنيا بقت صعبة أوي، حياتي كلها بقت كآبة خالص. شكاوي شر وايد، حزن ومشاكل كبيرة. أنا فاشل ومو قادر أسوي شيء.
شوفوا شوفوا، سوي لي يلا فلتر جديد، ابغى وجهي يشبه الفيل ابو خرطوم الواقف جنبي هذا. ها خلنا نشوف كيف راح يكون شكله عليا. مره مسلي الفلتر هذا. وانا كمان يا درغام، وانا كمان مش راضي يشتغل عندي. اسمع انت لازم تشغله لي زيك. كيف يعني وانت اصلا فيل يا فلافيلو؟ كيف راح يشتغل عليك؟ فلافيلو يعني اكتر من فيل واحد معجونين في بعض. اصبر بس خلينا الحين ننزلها على الانترنت. ها ايش السرعه هذه؟ ترى التعليقات بدات. ايش بتقول يا ترى؟ على طول تنزيل صور ممكن ترحمنا شويه؟ ماني عارف انام الاشعارات. مين كتب هذا؟ مين راح يكون غير العجوز اللي اسمه جنيد؟ ايوه طبعا انا. ما تنزلش صور كتير، بقول لك يا اما هشيلك من عندي. بدل الصور والكلام الفارغ ادفع اللي عليك يا درغام. اتفضل. ايش هذا؟ هذول كلهم داسوا على زر عدم الاعجاب على صورتي. ترى الانترنت بدا يصير مكان سلبي مره. وانا هسوي الحلويات اللي باكلها دي وانزلها على الانترنت على طول حالا. نزلتها. الناس جعانه وانت بتحط صوره حلويات، عيب كده. ايه ده بقى؟ في ايه؟ ليه تعليقاتهم سلبيه قوي كده؟ عندي اكتئاب، اشعر بالاكتئاب. حاسس بنص كيلو لحمه. اسف قصدي حاسس بسلبيه، لا حاسس بحقد، عدم الاهتمام باي شيء. ايوه ها، بعد ما اكتب كده اكون خلصت. ها تمام، ما عنديش حل تاني غير اني اضحي بنفسي عشان اجرب اختراع اللي هيعمل طفره في عالم الاختراعات. دلوقتي نشوف الاختراع ده شغال ولا ايه بقى، ويلا نحط الكوبايه دي هنا. ودلوقتي يلا بينا. انا نجحت، نجحت في تحويلي للحالة السائلة من غير خسائر، يبقى اختراعي كده شغال. السنة دي أكيد أكسب جايزة الاختراعات الأولى من مركز البحوث. دكتور أبو العنين، دكتور أبو العنين. أنا عطشان قوي. أوه شوكولاتة باللبن حبيبتي دي، هشربها حالا. استنى اوعى تشربني. دي بتتكلم. انا مش شوكولاته، انا دكتور ابو العينين. دكتور ابو العينين؟ ماني فاهم اي شيء. ايه اللي مش فاهمه؟ طيب الانترنت باظ يا جماعه. الانترنت خرب؟ في تعبيرات سلبيه في كل مكان، رمي كلام وتعليقات متعصبه، والسوشيال ميديا سيئه ومشكلتها اكتر من فوائدها. ما بستخدمش وسائل التواصل الاجتماعي، اعرف منين؟ ايش لسه في شخص ما بيستخدم السوشيال ميديا؟ اقول لكم ايه اكتر حاجتين ما لهمش اي لازمه عندي. أول حاجة وسائل التواصل. وإيش التانية؟ أكيد أفلام الكرتون. أنا قابلت اليوم شخص ما بيستخدم مواقع السوشيال ميديا للأسف، هذا شيء مو معقول أبداً. كيف يعني أفلام الكرتون مالها لزوم؟ كلامك مستحيل. أنا أكتر واحد مضحك وطيب جداً، هاشتاج الباقيين مملين وملهمش لازمة. وإيش زعلان؟ زعلان جداً. أنتوا مش ملاحظين حصل لكم إيه دلوقتي؟ انتوا كمان بقيتوا سلبيين زياده عن اللزوم. ايوه عنده حق، احنا كمان بنسوي كده، صرنا زيهم ومو منتبهين من النتائج. قسط التليفون لسه ما خلصش، حرام عليك. ليه؟ افتح الكمبيوتر وادخل على العنوان ده وشوف هيطلع ايه. تمام تمام. ايوه تمام دخلت. اقرا كده، شايفين قدامكم شريحه الناس الايجابيه والسلبيه على الانترنت قد ايه؟ لو سمحت الاقيش عندك شريحه ستيك؟ هو الموضوع كده؟ اصلي بصراحه جعان وانت السبب يا دكتور. افهمني كويس، انا بتكلم عن البيانات اللي قدامكم دي، بصوا عليها كده. مو مصدق الانترنت جالس يزيد سلبيه بسرعه. يعني كده ايش هنسوي؟ هتكتبوا على كل الصور والكتابات تعليقات ايجابيه، وكمان هتقولوا للي حواليكم يعملوا كده برضو. لازم تزودوا الايجابيه باي شكل من الاشكال، دي حاجه في غايه الاهميه. وبعدين ناكل الشريحه على طول. يا ليت، دوس على انتر 3 مرات عشان ارجع لحالتي الطبيعيه بسرعه. مفيش زي الحاله الطبيعيه. تمام خلاص يلا نبدأ. شكلك حلو في الصورة هذه يا خالتي، والبلوزة حقتك حلوة. حدا كتب لي تعليق هون هلأ عم بيقول لي كتير حلوة صورتك يا تيتا وبلوزتك اللي بقتلك. عم تحكي جد؟ ما شفت في حلاوة الجبنة اللي في المحل عندك؟ حضرتك بتسويها بحب مرة؟ حد كتب لي تعليق برضو بيقول لي في عجبك جبنة بتاعتي. الجزارة دي مهنة نبيلة مش كده ولا ايه؟ وانا لما اكبر عايز ابقى جزار. حد جاملني وكتب لي كلام حلو وكلامه فرحني قوي. الموضوع هذا شكله رح ينجح، شوفوا كده دحين الكل صار مبسوط واخر حلاوة. Oh, dear!
الكل بدأ يصير أسعد من قبل. شكل اللي بنسويه بينجح يا جماعة. إيش فيه؟ إيه ده؟ دي إشارة لاسلكي دي ولا إيه؟ يا والي إيش بيصير؟ بابا اتصل بدكتور أبو العنين. ألو أبو العنين. أيوة دكتور، إحنا طايرين. مبروك سلام بقى. استنى، لا 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 تكفل، إشارة واي فاي مسكتنا وموديتنا مكان بعيد ومو عارفين إيش حنسوي. أنت بتقول إشارة الواي فاي؟ تمام، استنى ما تقفلش، أنا هحاول أعرف مكانكم. أنا الفيل الطائر فلافيلو. يوهو فلافيلو، شوف إحنا مارين على بيتك. فريدون زيك، بص أنا طائر، خليك أنت على الأرض يا ديك. ديك يا لهوي يا لهوي، زي ما كنت شاكك، أنتوا رايحين على مصدر الإنترنت دلوقت. إيش أنت إيش قلت؟ إحنا مو سمعينك من عندنا هنا، تقريبا في مشكلة. يا ده الحظ الوحش جدا، الخط اتقطع وفقدت التواصل معاهم، خدوهم على مصدر الانترنت، بس الحماية عالية ومستحيل انقذهم. في الحالة دي يبقى ايوه طبعا اختراعي ممكن يساعدني، وفي الحالة دي ممكن ساعتها انقذهم. ها نظبط ده الاول. ها انا عندي امل، اكيد هينجح ويسمع. انا كده اتحولت الغاز، انا بقيت غاز. هاي دلوقتي هطير زي الغاز ومحدش يتحكم فيا. اهو مصدر الانترنت قدامي خلاص، دلوقتي كده لازم ادخل في السر من غير ما حد يشوفني. هقفل عيني عشان محدش ياخد باله مني. يا ماما يا ترى احنا فين كده؟ انترنت كافيه ده ولا ايه؟ واو هذا كارت مودم ضخم. ممكن كلمه السر بتاعت الواي فاي اللي هنا لازم اشرب حاجه عشان تشغل لي الانترنت، والا مفيش واي فاي. ايش بيسوي فينا بابا؟ شكله بيحاول يخلينا سلبيين. ايوه يا ابني انا بدات اعصب، ترى حتى شوف كده. أنا مش مصدق، هنا مصدر الإنترنت اللي موصل العالم كله، يا ترى مخبيين فيديوهات القطط فين؟ أهم هناك، أخيرا لقيتهم، لازم أنقذهم، بس إزاي؟ طبعا كده الطاقة دي رايحة للمودم من هنا على طول، لو خلعتوا الإنترنت هينتهي خالص. آسف يا أولاد، أنتم مضطرين تعيشوا من غير إنترنت فترة مش قليلة. يلا ايش ده؟ ها؟ احنا نجينا يا بابا، كرت المودم ما عاد يشتغل. بصوا بسرعة كده، في ايجابيات طالعة من بوقي شكلها حلو. ايه ده؟ اهلا ازيكم يا اولاد. امشي من هنا يا عم يلا. استنى يا فلافيلو، انا دكتور ابو العنين صاحب درغام. ابو العنين، بس انت صرت بتطير. مضحك جدا. انت اللي انقذتنا من هنا ولا ايش؟ ايوه ده اللي حصل، بس انا عندي خبر وحش ليكم، ان انا قفلت الانترنت نهائيا. ايش؟ امال كنت انقذكم ازاي؟ مفيش حل تاني. اتفضل رجع لنا الانترنت حالا يلا. حد يديني انترنت بسرعة. احنا نبغى الانترنت مرة. تعال هنا بسرعة. بس انقذتكم، عايزين ايه تاني مني بعد كده؟ ما تجروش ورايا. في ايه؟ انا قلت لكم بلاش الجري. ايوه نربط المسمار ده شويه، انا خلاص قربت اخلص. تمام كده. اوه العبقرة ابو العينين موجود في منطقتنا، اخبارك ايه يا دكاتره؟ انا تمام. انا تعبت قوي النهارده. انا ممكن اساعدك في شغلك الكتير ده، ولن نختلف في المرتب. باكو ويفر. اتفقنا، ايدك معايا نزوق الصاروخ ده، هنوصل بيه لقمه الجبل، وبعد كده هنسيبه ينزل لوحده ويكتسب طاقه الحركه الكافيه ليه. وبكده هيقدر يوصل المريخ لوحده. انا بالفعل سمعت عن الصاروخ الذي زاد كوكب المريخ، بس هل الصاروخ بتاعك ده مجهز بعربيه حديثه؟ في الحقيقه لا. يعني انت هتبعت الصاروخ فاضي؟ خساره فعلا. تحب تروح انت يا رستم؟ هلاقي ويفر محشي هناك ولا لا؟ ولا سادة حتى، مفيش أكسجين أصلاً. ما يلزمنيش الصراحة.
عندك حق في موضوع العربية، لازم ابعت عربية للمريخ. وصل الصاروخ ده لقمة الجبل وانا هجيلك. كده يبقى الحساب يجمع، باكو سادة والتاني محشي فانيليا. يلا بسرعة تعالوا. بابا فين الكيس اللي كان فيه روموتات الألعاب الجديدة؟ كله موجود في السيارة. أمك أرسلتنا نشتري مقاضي البيت كلها، وإيش سوينا؟ اشترينا كمان سيارات بالريموت كنترول نلعب فيها. بيتهيالي تصرفنا صح؟ لقيتهم. لازم ندخل أكياس المقاضي هذه جوا، وإلا العنوت هتعصب. شيل هدول يا فلافيلو. إيش اللي أخركوا كده؟ الضيوف رح يجوا في أي لحظة. فين كل الطلبات اللي قلت عليها؟ اتفضلي. فين جهاز مجفف الشعر اللي طلبته؟ إيوة جبت كله. الشيبس والبسكوت؟ إيوة جبت كله. يا ضرغام والعصير الفريش؟ إيوة جبت كله. انت بتكرر الكلام وخلاص. شكل الضيوف جو قبل ميعادهم. اهلا يا هانم. هعمل معك اتفاق، انا عملت صاروخ جديد وهبعته للمريخ النهاردة. ممكن درغام يسلفنا العربية بتاعته علشان أبعتها للمريخ؟ أكيد طبعاً. خد المفاتيح يا دكتور واعتبرها حقتك من اليوم. ها؟ ها؟ تمام، العربية جاهزة وهنربطها كويس بالصاروخ من فوق كده. وهنحط نماذج آلية من رواد فضاء للاحتياط. مظبوط، كل شيء كده جاهز. دقيقة واحدة، أعتقد كده إن في شيء ناقص. ريموت كنترول. أتوقع إني نسيتهم. وأنا فين مجفف الشعر حقي؟ وأنا فين نظارتي؟ ها أهي في وشي، بس أنا مش شايف بيها الصراحة. أكيد نسيناهم في السيارة. تعالوا نشوفهم بسرعة. تعالوا نشوفهم. يلا بسرعة يلا. اجروا بسرعة، يلا روحوا كوكب المريخ. السيارة فين راحت؟ بابا في ورقة على الأرض. العربية انكمشت وتحولت لورقة، الحكاية دي فيها لغز غامض. ايش مكتوب؟ شكرا لتعاونكم ونعلمكم بإرسال السيارة لكوكب المريخ بالصاروخ اليوم، تحياتي يا أبو العنين. يا اخوانا ساعدونا، ما تقفوش تتفرجوا كده، ايديكم معانا نبعت الصاروخ ده للمريخ. ايوه زقوا معانا الصاروخ العملاق ده، انا ما زقتش صاروخ قبل كده. للاخذ بالعلم يا جماعه، انا الوحيد اللي متفق معاه على ويفر. يلا زقوا يلا كمان. وقفوا عندكم ما تتحركوا. ايه يلا بينا بسرعه نجيب الريموت كنترول من العربيه يا ليث. انت ايش مفكر نفسك؟ كيف ترسل السيارة حقتي للمريخ؟ أنا اتفقت مع العنود. في انتظار باكل ويفر السادة بتاعي. تمام، هات بقى الويفر بتاعي. وقف الصاروخ حالا. خلاص فات الأوان، بمجرد ما ياخد سرعته المناسبة هيطير تلقائيا لكوكب المريخ. ايش اسوي فيه؟ كلي بس اتصرف كيف؟ فلافيل وليف كانوا جوا السيارة. معنى كلامك اني مش هاخد الويفر بتاعي. يا خسارة. هم فين راحوا؟ انا ماني لاقيهم. دور بسرعة يا ليث، انا جسمي بيرتعش من القلق. هذه السيارة قاعدة تهتز. ايش ده؟ شكل الصاروخ بيتحرك خلاص. انا ما اقدرش اروح المريخ من غير الزمزمية بتاعتي. كده عيني فوق شايفة النجوم في السماء. ده شنو يا نجمي؟ نجوم في نص النهار؟ يعني هي النجوم حتطير وين بالنهار؟ أكيد برضو قاعدة في السماء. أي لكن إحنا ما بنقدر نشوف إلا بالليل. أنا ما عارف إنت كلامك كتير كده ليه، عيني فوق للسماء وخلاص. ده صاروخ فضاء يا جماعة مش نجم، صدقوني بطلوا خناق بقى. ايش اللي صار؟ يا لهوي يا عيني على مغامرتنا الاولى يا ليث. بص الصاروخ انفصل من العربية. منظر جميل، طالع معايا كده وشوف، احنا طايرين في الفضاء. شوف كيف كوكب الارض، منظر رائع وجميل. انا متشكر ليك قوي، بقالي كتير ما سمعتش كلمة حلوة كده في حقي. بعد 6 أشهر. سمعت اللي انا سمعته؟ حد جاب سيرة 6 شهور، قول انه بيتهيالي. لازم نهدى، مو كده لازم نهدى، التوتر ما راح يحل المشكلة هذه ابدا. لم يهدأوا. كل الاكل اللي معانا في العربية خلص، مش باقي غير كيس البطاطس ده. ايش ده؟
المريخ؟ احنا وصلنا كوكب المريخ اخيرا. انت مالك بقيت كده شبه سندويتش الشاورما ليه يا ليث؟ ده من خيالك واسع كده، شوف لنا طريقة نهبط بيها على المريخ. بقولك ايه، مخي دلوقتي واخد اجازة رسمي، مش بيفكر غير في الفراخ المشطشطة. احنا وصلنا، بس كيف راح ننزل لسطح كوكب المريخ؟ دقيقة واحدة، احنا ممكن نستخدم مجفف الشعر حق ماما. ايوه انا بحب اسشور شعري، تقريبا كان موجود هنا. لقيته، يا ليت ننجح. يا ليت يشتغل. شكلي هنجح الى المريخ. ليش ماسك في رجلي يا عم فلافيلو؟ شاورما. امسكي دي لو سمحتي. لو كنت اعرف اللي حيصير منك هذا وان موضوع المريخ حقيقي ما كنت اديتك السيارة ابدا يا دكتور ابو العينين. ايوه صحيح، من جد عيب عليك، مو قادر تصنع صاروخ جديد في 6 شهور؟ مفيش حد يقدر يبني صاروخ في وقت قياسي كده غيري. لعلمك ترى انا بفوز في اي فيديو جيم فيه له صواريخ. مو قادر اصدق، قدرنا ننزل بدون اي مشاكل، احنا اول مجموعه تخطي على سطح كوكب المريخ. اول مجموعه تخطي، ادي الخطوه بتاعتي جنب الخطوه بتاعتك، بس انت بس خطوتك اكبر طبعا. انا خطوتي نونو. استناني يا عم فلافيلو. امشي زيي بالظبط يا ليث. شوف هناك الصاروخ اللي وصلنا إليه هنا موجود. هلو هلو، في حد موجود هنا؟ مين بس اللي ممكن يرد عليك؟ ما في أحد غيرنا على الكوكب هذا. ما فيش هنا ولا هنا كمان، ما فيش أي أكل خالص، هنتصرف إزاي من غير أكل؟ أنت نسيت إن الصاروخ هذا كان المفروض إنه يطلع فاضي؟ وجودنا هنا خطأ. المفروض يطلع فاضي، وجودنا كان مجرد خطأ. طب أنا جعان دلوقتي أعمل إيه؟ ما فيش غير كيس البطاطس الوحيد ده وسندوتش شاورما فراخ. أنا مو سندوتش شاورما دجاج، عندي فكرة. ماني عارف إذا كنا هننجح ولا لا، بس لازم نحاول. عندنا التربة وعندنا الشمس وعندنا بطاطس، ممكن نزرع البطاطس هذه في التربة، وهذا أملنا الوحيد علشان نوفر الغذاء لفترة كافية. طب لو ما نجحناش هنعمل ايه؟ ده كل اللي معانا. احنا لازم نحاول. أرجوك يا ليث، أنا عايز أروح بيتنا، روحني. أنا متأكد إن بابا بيسوي المستحيل وزيادة علشان يحل المشكلة اللي احنا فيها. نجحنا، قدرنا نزرع بطاطس فضائية. الشيف فلافيلو قدر يبتكر وصفات مختلفة للبطاطس، بطاطس بالسلطة، بطاطس بالكباب، بطاطس بالكيك، بطاطس بالبطاطس، وكمان بطاطس ما فيها أي طعم البطاطس. بس الوقت بيمر بصعوبة هنا، وبدأنا نفقد الأمل في العودة، وبنسمع أصوات فضائية غريبة حولنا في انتظار انكم تنقذونا. ايه ده؟ هم الضيوف جم بدري ولا ايه؟ انا لسه ما عملتش طاجن البطاطس. ايش بتقول يا عم فلافيلو؟ ما في ضيوف، ما في غيرنا في المكان هنا. الا اذا يكونوا هادول سكان كوكب المريخ. سكان المريخ، الحقونا. طيب والعمل، كيف حنتعامل معاهم دحين يا عم فلافيلو؟ لو كانت امي هنا كانت اكيد حتلاقي الطريقه المناسبه. افتكرت حاجه كانت قالتها لي زمان. فلافيلو، كافي تخريب في الثلاجه. مش دي، انا قلت 100 مره كافي لعب فيديو جيمز. ولا دي برضو. كرم الضيافه ممكن يحل اي مشكله يا فلافيلو، لا تنسى نصيحتي. ايوه يا دي. فين رايح يا عم فلافيلو؟ اياك تفتح الباب. خليك واثق فيا يا ليث، انا عارف انا بعمل ايه المره دي بالظبط. تفعلون على كوكبنا. نورتوا صاروخ، اهلا اهلا، هقدم لكم وجبه بطاطس عاملها بايديا وحياه عينيا، وبعدها شاي البطاطس بالوصفه السريه اللي هي. فهمت قصدك. اعتقدنا انكم اعداؤنا وستهاجموننا، لكن صراحه تفاجئنا بضيافتكم هذه. ايمكنكم اعطاؤنا وصفه البطاطس اللذيذه؟ انت عايز وصفه البطاطس؟ اعذرني يا صاحبي، اعذرني، ده سر المهنه، سر ما اقدرش اديهولك. يا عم فلافيلو هدي نفسك شويه، نبغى نرجع الارض، احنا ضيوف عندهم وزرعنا البطاطس في ارضهم. ادي لهم سر وصفه البطاطس علشان نقدر نرجع. السفر في الفضاء لعبه لنا، اعطونا وصفه البطاطس اللذيذه هذه ونحن سنساعدكم. خلاص انا موافق يا جماعه، انتوا شكلكم من المريخيين الطيبين. حسنا، شكرا جزيلا لكم، سنشرب شاي البطاطس. شويه شاي نم عجب، حاجه مخصوص عشانكم. تمام انا خلصت، يلا درغام نتحرك، هنبدا رحلتنا لكوكب المريخ، هننقذ فلافيل وليس. اخيرا نقدر نتحرك.
تعال ادخل الصاروخ. هيبدأ العد التنازلي، الانطلاق هيكون في خلال 10 ثواني. شكرا لكم، مع السلامة. هعمل لكم تورتة البطاطس المشهدشطة المرة الجاية. ايش؟ ابو العنان هدول خلاص رجعوا هنا. وقف الصاروخ بسرعة ارجوك، وقف الشيء هذا حالا. خلاص ما ينفعش عشان شغلت دفع الصاروخ. لا بابا، انت وين رايح؟ بس ما تنسى تجيب السيارة وانت راجع من كوكب المريخ. طب انت واخد معاك بطاطس كفاية ولا بعت لك؟ مش هيعرف يطبخهم زيي. دوري معايا على قدر، محتاجين واحد للبيت. وإيش اللي صار للقديم؟ مو متذكرة لما واجهنا الوحش البمبي في البيت إيش سوى فيها؟ صحيح، القدر حقنا لصق في السقف. بلا فيلو، هو أنا خبطت فيكي؟ طب اخبطيني تاني كده عشان ما وجعتنيش قوي. أنت إيش بتسوي؟ عم فلافيلو، أنت إيش بتسوي في قسم الأدوات المنزلية؟ دي هوايتي المفضلة، لازم أتمشى في المكان ده مرة في الأسبوع. ماني مصدقتك، أنت شكلك مو عارف المكان أصلاً. هقول لك الحقيقة، لكي أهرب من متاعب الحياة الكثيرة. يعني حلوين الكلمتين دول؟ كل يوم بروح مكان جديد، بعمل حاجة جديدة واشوف حاجة جديدة واشتري حاجة جديدة. يعني أول مرة تيجي؟ أيوان، امبارح مثلاً رحت محل الخردوات، عجبني الاسم الصراحة، خردوات خردواتو. وإيش اشتريت؟ شريت لزق دوبل فيس كبير ورحت لزقت بيرستون باشا، كان منظره كوميدي. طيب وإيش ناوي تشتري من هنا؟ ناوي أشتري فرشة مساج الشعر دي. ليست فرشاة للشعر، بل مضرب بيض يدوي يا سيدي. أي فلافيلو، سيب اللي في يدك وتعالى. طالع كده للي فوق، شايف القدرة الكبيرة اللي في الرف الأخير هذا؟ ممكن تجيب لي هو؟ طبعاً أكيد، دي حاجة سهلة جداً. فلافيلو أنت بخير؟ مين بينده؟ القدر فوق راسك. ما انا عارف. طيب مو ناوي تشيلها عنك؟ انا عن نفسي ناوي، بس هي مش ناويه ومش راضيه تطلع بالطبل البلدي. يا رزان، ممكن تساعدينا؟ سيدي هذا وعاء وليس قبعه، اخلع. مو راضيه تنشل ابدا يا فلافيلو، لازم نشوف احد تاني يساعدنا. يا مامي الحقيني. أنا ماني مصدق اللي صار أبداً، أنت ليش بس ما تركته يكمل؟ إيش ده؟ كيف سويتها؟ ها؟ مين بيتكلم؟ مين بيتكلم؟ ليش شكلك كده يا عم فلافيلو؟ القدر طاح على راسه في الماركت لما كان بيساعدنا، ولصق فيه. وبعدها لقينا حداد وبدأ يقص في القدر، لكن فلافيلو تحرك بالغلط، وهذه النتيجة. يعني حبيت شكلي كده. وطالما انت لابس القدر هذا في راسك حتصير زي كل السوبر هيروز. ده مش فاهم، كل بطل بيكون له الخوذة حقته اللي بتعطيله القوة يا عم فلافيلو. انت دحين عندك خوذة بالقوة حقتها. ايوا، بس يا ترى ايه ممكن تبقى القوة المستخبية في الحلة المستوية؟ ضرغام، طيب انت ليش بس بتحاول اصبري بس يا العنود، بنمزح معاه شوية. يا عم فلافيلو، انت فين رحت دحين؟ أنا ماني شايفك أبداً. أنا كمان مو شايفه، شكل فلافيلو صار خفي يا ليث. لا، تبقى قوة الحلة دي هي الاختفاء يا ليث. تهي، أنت مش شايفني طبعاً. يا عنود، أنت شايفاني؟ أنا أكيد طبعاً. أكيد طبعاً مو شايفتك، أنت مختفي، ما حد فينا شايفك أبداً يا فلافيلو. أنا لازم أشوف شكلي وأنا مختفي، فين المراية؟ هاتولي مراية بسرعة. يا ليث، روح جيب برواز اللوحة بسرعة. تمام، حاضر، حالاً نجيب لك المراية. العنود، ردي عليا، أنت مش شايفاني خالص، صح؟ جبت البرواز، وبكده حيصدقنا. اتفضل بابا. مضبوط، أنا جبت المراية، أنت جرب كده لو حتقدر تشوف نفسك. يا نهار شفاف، أنا مش شايفني، أنا بقيت انفيزيبل. بكفي كده اختفاء اليوم. أيوة، نشوف مقلب تاني. فلافيلو، أنا خلاص شايفك دحين، الظاهر إنك فقدت قوة الاختفاء. أيوة، أنا خلاص شايفك يا عم فلافيلو، الظاهر إن قوة الاختفاء وقتها قصير، بس أكيد أنت عندك قوة تانية وقتها أطول من الاختفاء. زي إيه مثلاً؟ هشوف المستقبل يعني؟ أيوة. يا سلام، هعرف في المستقبل كمان؟ طب أنا هقول لكم على اللي هيحصل يا جماعة، جاهزين؟ ايوه جاهزين. يعني مثلا ليث هيخبط رجله اليمين في رجل الترابيزه الصغيره. هذا حصل فعلا. زي ما قلت بالضبط.
زي ما قلت بالظبط. طب الايس كريم اللذيذ في كل محلات السوبر ماركت هيتباع ببلاش. خلنا نروح السوبر ماركت ونتاكد بنفسنا. انا هروح اول وانتوا تعالوا ورايا. يا بقال اسمعني، خد كل الفلوس هذه وسوي زي ما حقول لك بالضبط، نادي على الايس كريم ببلاش، فهمت؟ ده رغام ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا تقلق، خد الفلوس بسرعه. خلاص تمام، فهمت عايز ايه. ايس كريم بالمجان. قرب تعالى، خد لك ايس كريم ببلاش. ما اعرفش ايه المناسبه بس خد لك ايس كريم ببلاش، تعالى وتاكد. يا نهار لوزوز، ده بجد؟ اديني بقى واحد ايس كريم بندق كراميل ببلاش. اتفضل، كله هنا ببلاش. كده تمام، نشوف المستقبل. يا ترى هيحصل ايه؟ يا ترى يا ترى كل الموجودين في الكافيتيريا هيطلعوا دلوقتي يرقصوا ويقولوا بطاطس يا مرمشة. يا ويلي، طيب انا لازم امشي بسرعة. انت كنت بتقول ايه يا ابني؟ مش فاهم. انت مش شايف الحلة اللي على دماغي دي؟ انا سوبر دوبر بطل. انا مش مصدقك يا ابو حلة. انت يا شباب اسمعوني، الجو لطيف مره اليوم، يلا تعالوا نرقص شويه. انا حدفع حساب الشاي اللي حيجي يرقص. مع بعض حنرقص، لا تنسوا كلمة السر بطاطس. بطاطس يا مقرمشة، بطاطس يا مقرمشة، بطاطس يا مقرمشة، بطاطس يا مقرمشة. بطاطس الظاهر كده انه بطل فعلا. انا قلتلك يا جدو انا سوبر بطل. شايف ابو حلة اللي واقف هناك ده؟ بيعرف يتوقع اللي هيحصل بالظبط. عن جد عم تحكي؟ سمعت؟ هذا الفيل البنفسجي بيعرف يتوقع. شنو اللي انت قاعد تقوله هذا؟ سمعتي؟ هذا الفيل عنده قدرة توقع خارقة. ايه ده؟ توقع كل حاجة. يقدر يعرف. ايوه ده بيتوقع المستقبل. شوفوا كمان هيحصل ايه؟ رستم باشا هيقول بسكوت. بسكوت! والحلة خلتني اتوقع انكم هتزهقوا وتروحوا. هيا بنا نبدأ، هيا بنا الآن. تريهن إيه، لا تروحون، صدق إن هذا هو اللي قاله. صحيح، هذا الفيل يعرف. ليلي، أنا جوعت من كتر التوقعات. أعزائي المشاهدين، وفقاً لأخبار عاجلة وصلتنا، يقترب علينا وهو ملتهب مشتعل متوهج محترق بسرعة شديدة. يا صديقي اختصر، هذا نبأ عاجل. نيزك مشتعل يقترب من الغلاف الجوي للأرض. لما لم تخبرني من قبل؟ هيا نهرب. الكاميرا وقعت. أعزائي مضطرون للهرب لبيتنا. نيزك مشتعل يقترب من الغلاف الجوي للأرض. إيه؟ مستحيل، ما فيش قدامي وقت. أنا هبني صاروخ مجهز وهبط فوق سطح النيزك المشتعل، وبعدها مش مهم إيه يحصل بعدها، المهم ابني الصاروخ. ما تخافش من أي حاجة يا عبقري، مش هيخبط الأرض أبداً. يعني العلماء بيأكدوا. أصدق العلماء ولا فلافيلو؟ فلافيلو قال مش هيخبط الأرض أبداً، وعلشان كده إحنا مكملين حياتنا عادي جداً. كلام فاضي، أنا هبني الصاروخ بتاعي. براحتك، بس هتبقى ضيعت وقت على الفاضي. يا جماعة ما تقلقوش خالص، استعملت قوة الحلة الخارقة وعرفت إن النيزك ده مش هيخبطنا أبداً. أيوه برافو عليك. بابا إيش هنسوي دحين والكل مصدق كلامه؟ تمام عندك حق، الحكاية بدأت بمزح وجابت الجد. تمام، أقنعناهم بأنهم يرقصوا، بس كيف حنقدر نقنع النيزك إنه ما يضرب الأرض؟ إحنا لازم نحذر الكل قبل فوات الأوان. مضبوط. يا سلام يا سلام، أيوان أيوان، فوق كمان، فوق شوية، أنا مبسوط. أما الحلة دي حلة الجو. اسمعوني كلكم، أنا أبغى أحذركم، فلافيلو ما عنده أي قوة خارقة في الجد وما يقدر يتوقع خرابيط ولا شيء. هذا كله كان مزح لكن قلب جد. ما تصدقوش ده بيهزر، أنا السوبر دوبر بطل. طيب ممكن تقول لنا إيش اللي حيصير دحين؟ اتفقنا. لا علمك سهل قوي. عرفت،
السماء حالاً هتمطر علينا حيوانات صغيرة. استنى وحتشوف. اتفقنا، قول شيء ولا يمكن انه يصير أبداً. حنستنى ونشوف السماء والمطر، وفي النهاية حنكتشف ان فلافيلو مو بطل. بما ان قاعدين ننطر النيزك يدمر كوكب الأرض، هذه بتكون فرصتنا الأخيرة نمارس فيها رياضة القصب المسلحة من الطائرة. جاهزين شباب؟ يلا جاهزين، يلا نطر بسرعة. أوبا. شايفين؟ ما في أي شيء صار، ما حد مطر حيوانات. أنا قلت لكم قبل كده إنه مو. يا سب مطر حيوانات. كنت متأكد. بابا كيف يعني هذا الكلام؟ لا لا تسألني، من جد ما أعرف. ها؟ إيه؟ ده النيزك بيقرب علينا، ما فيش وقت ابني الصاروخ. رأيتم؟ ملتهب مشتعل متوهج محترق بسرعة شديدة بشكل خيالي. النيزك قادم! ايه ده؟ ازاي؟ ما تلاقوش، مش ممكن يقرب مننا. الحقوني! فلافيلو امسك نفسك، لازم ننقذ الجميع. مش هعرف اكل تاني، النيزك لو خبط فيا حيبططني. النيزك هيدمرنا. عم يقرب وراح تنحسب نقطة. ايه؟ لو انا في احلامك. إذن خد هاي الضربة. أيوة نقطة، أنت اللي خسرت. يلا روح هاتي كرة بسرعة. أعزائي المشاهدين، مبروك، لم يصطدم النيزك بالأرض مع أنه كان ملتهب مشتعل متوهج محترق خطير. أوه، إيه ده؟ هو النيزك مشي؟ أنا كنت عارف، أنا سوبر بطل. لا لا لا، أنت مو بطل. أنت مو بطل، ولا القدر فيه أي قوة خارقة. أنا عندي حل علمي لورطة السوبر بطل دي، هنشيل الحلة من فوق دماغه. ده الحلة راحت، إيه اللي حصل؟ ده كنت عايز ألعب بالحلة بتاعتي شوية كمان. لا أنا عايز أنزل، عايز الحلة بتاعتي. هاتولي الحلة يا حلتي. بابا شكلك كده فوتت المدخل. أنا ما فوت شي يا بنتي، إحنا ماشيين في طريقنا. تم تفويت المدخل، الدوران بعد 100 متر. لا يا أختي أنت، أنا ما فوت المدخل. لا بل فوتت المدخل. أنتوا ناس غريبة مرة. يا للحظ السيء، بطاريتي قاربت على الانتهاء. سيتم إغلاق النظام، ويبدو أنكم لن تجدوا طريقكم. والآن إلى اللقاء. إيش؟ 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 لا إياك تكفي اللي كده هنتوه. عايز أدخل الحمام بسرعة يا درغام. أنا كمان جيعانة مرة. وأنا عطشانة. بابا وقف في أقرب بنزينة تقابلك. لا يا ابني، لسه دوبنا ماشيين من بنزينة، مو محتاجين أي شيء تاني. وأنا مالي، عايز أدخل الحمام. أنا يلا على العطشانة يا درغام. خلاص تمام، حدخل البنزينة اللي جاية. احنا داخلين على احلى بنزينه ممكن تشوفوها في حياتكم يا جماعه. لا تتمسخر يا فلافيلو، روحوا يلا بسرعه شوفوا ايش تبغون. اوه المكان هنا شكله مهجور من زمان. وسعوا، انذار احمر، فين الحمامات اللي هنا يا بابا؟ يلا يا بنتي نجيب اشياء ناكلها في الطريق. مع اني مو حاسه ان رح نلاقي شيء هنا، بس يلا نشوف. اهو هنا اهو. ما بيفتحش ليه؟ انت ما بتفتحش ليه؟ دي حالة طوارئ، محتاج لك. مكتوب ايه؟ مفاتيح الحمام ده موجودة جنب المخزن القريب من هنا. هو فين المخزن ده؟ اهو هناك اهو. المفتاح مرمي على الارض. المفتاح مش راضي يجي معايا ليه؟ ده مربوط في حاجة. ايوه مربوط في الدولاب. يعني مين اللي هيضيع المفتاح ده؟ ليه مربوط بالشكل ده؟ المهم أنا عايز أدخل الحمام، دي مسألة أولويات. تعال يا مفتاح أنا محتاجك.
كنا رح ننحبس في المكان هذا. ليش الباب هذا ما انتبه علينا؟ خليني أشاور له. واهو واهو، ها فتحها. آي ها إيش فيه؟ شوفي الأحسن نمشي. آي أخيرا دخلنا. هاي ما في أحد هنا ولا إيش؟ في أحد هنا؟ مو مهم، في البلاد الأوروبية بيسووا كده لحالهم أصلاً، وبعدين بيدخلوا يدفعوا تمن اللي أخدوه. يعني إيش الصعب في هذا يعني؟ إيوة، إيش مكتوب؟ بنزين وموية. أحط بنزين للسيارة أكيد طبعاً يعني. الموية ما راح تمشيها. إيوة، نحط هذا هنا بالشكل هذا. تمام. ها، برافو علي. في الوقت هذا أغسل السيارة لأنها توسخت مرة. كمان عندنا شوية وقت حلوين. اوه نغسل الاول من قدام. حلو مره كده، السياره رح تبرق برق. انا فارس الطلاق. حار جدا، حار جدا، لحقوني. انا رجعت لنفس المكان ولا ايش؟ اسف، انت كويس ولا محتاج مساعده مني؟ انا في نفس المكان، في حاجه غلط، مو بقادر اطلع مني، مو بقادر اروح ابدا. ايش اللي بيصير هذا؟ يا ماما. انا نجحت. ايوه دلوقتي اقدر ادخل حمام براحتي. ايه معطل ازاي؟ لا لا لا، انا مش قادر استحمل بصراحه. استحملوا انتوا بقى، انا داخل جوه. هاي الميه تروي العطشان. جاهزه يا بنتي ولا لا؟ جاهزه يا ماما. اول لما يفتح رح ننط بسرعه. تمام تمام. قومي بسرعه يا بنتي، يلا يلا نمشي من المكان الغريب هذا. البنزينه هذه ما عجبتني ابدا. ايوه، بما اني خلصت ممكن اطلع من هنا. نسيت اشد السيفون بعد البلاوي اللي عملتها. ايه ده، السيفون باين. ضرغام يلا نمشي من هنا بسرعه، الابواب انجنت مره. احد فيكم شاف ضب اختفى مره واحده؟ اختفى فجاه. ايش تقولون، انتوا كويسين ولا لا؟ هذا مو بنزين، هذه مويه. مويه؟ ايوه مويه عاديه. السيارة كده عطلت، شكل السيارة خربت كمان. رأيي نمشي حالاً وبسرعة. ماشيين صار لنا 3 ساعات بس لسه ما قابلنا مكان في ناس. سيبك من هذا، كيف ما عدت ولا سيارة من جنبنا؟ مو غريب شوية؟ راسي هتنفجر، هتولع وطلع دخان، الجو حر قوي. في بنزينة قدامكم. ها امشوا امشوا، شكلنا وصلنا خلاص. ها مو هذه سيارتنا ولا ايش؟ ايش كيف حصل كده؟ رجعنا لنفس المكان. اكيد يا بابا في تفسير منطقي لهذا. هطبخ لكم اكلة حلوة على راسي من فوق، يلا تفضلوا بقى. امشوا يا اولاد امشوا، يلا يلا نكمل، ما ابغى اوقف هنا ولا دقيقة واحدة. بعد مرور 3 ساعات خلينا نشوف احنا وين وصلنا. رجعنا لنفس المكان تاني، ايش اللي بيصير هذا؟ طبخت كفتة على دماغي، تفضلوا معايا. فلافيلو ركز معانا ارجوك، ما تخلي عقلك يروح منك. تحب ازود لك صنوبر على الكفتة؟ شايفين زي الانوار اللي هناك هادي؟ يا ويلي البنت خلاص مرضت، هادي لسه بتقول انوار. ايوه ايوه في شيء هناك. ها يا بنتي استني، وين رايحة؟ تعالي لهنا الانوار. هادي 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 هادي. شكلها كده سفينة فضاء. ايش اليوم الغريب هذا؟ صدمة رهيبة. انا راح ادخل جوا، يمكن في علاقة بين السفينة واللي بيصير لنا. لو رزان دخلت جوا هدخل وراها، اشمعنى انا ما اشوفش يعني؟ انا مش كويس يا جماعة، يلا اقلقوا عليا. لقد تعطلت. كيفك؟ ايش بتسوي؟ هاي يا فضائي، ازيك يا كينج؟ دلوقتي بصي هحاول اتكلم بلغته يا رزان، ركزي وتعلمي مني. هاري جوري جوري جوري، بيري بيري بيرا، بيشي بيشي، داير داير. ماذا يقول؟ مالك خاص بي؟ انت عندك معلومة عن اللي بيصير هنا؟ كل ما يحدث بسببي. تركت كوكبي وتجولت في الفضاء بسفينتي، لكنها تعطلت وسقطت خلف محطة الوقود هذه. تمام، بس ايش علاقة هذا بدوران الزمن اللي صاير؟ يلا جاوب بسرعة. الزمن في كوكبي يعمل بطريقة مختلفة، ف
فالزمن نسبي من كوكب إلى آخر، لذا فهو يغطي سفينتي والمجال المحيط بها. كيف هذا يعني؟ ماني فاهمة شيء. سكان الأرض ليسوا جاهزين لفهم زمن كوكبنا. أنت بتقول على مين سكان الأرض يا ابن أنت؟ ها؟ باختصار انسوا الموضوع تماماً. مجال الزمني يغطي المحطة وما حولها وكيلومتر إلى 2 من المنطقة المحيطة بها، لذا فالزمان يتكرر ويعيد نفسه. وإذا لم أستطع الرجوع لكوكبي ستكون نهايتكم. مفهوم أم مزيدا من التوضيح؟ هذا مخيف جدا، مو معقول أبدا. كانت نزهة في غاية الروعة. كانت سفينتي تعمل بالطاقة الشمسية القريبة من كوكبكم. أحتاج لنفس الحرارة لأشحن بطارية السفينة وأغادر. لا أنت بتمزح، كيف نجيب طاقة كبيرة زي طاقة الشمس يا فضائي؟ عارفة فين حلاقيها؟ اعتمدوا عليا. ماذا؟ فعلا؟ من أين؟ لازم ننزل لطبقة الماجما المنصهرة تحت الأرض بكيلومترات. هي مو قد الشمس بس حرارتها كبيرة على حد علمي. نعم، باطن الأرض مثل بقية الكواكب الموجودة. صحيح تماما، لما لم أفكر فيها؟ ما صدق روحي. هذا هو الضب اللي كنت بقول لكم عليه. رجعت نفس المكان يا جماعة، أبي أطلع مني، لحقوني. يا للهول، فات الأوان بالنسبة له. ماضيه يطارده مرة بعد مرة. إيش هذا يعني؟ دخول مخلوقات أخرى غير نوعي في دورة الزمن غير صحيح بالنسبة لها. كم مرة دخلتم دورة الزمن هذه؟ ثلاثة. أيوة ثلاثة. أنتم معرضون للاختفاء أو الهلوسة كما يحدث للضب أمامكم. لقد فقد عقله تماما. هناك 5 دقائق على انتهاء هذه الدورة. كيف ننزل لباطن الأرض في 5 دقائق؟ أنت تمزح. سهلة، في مقدمة السفينة جهاز للحفر، ولكني غير قادر على تشغيلها بلا طاقة. قد أستطيع تشغيلها باستخدام بعض الطاقة الحركية. إيش نسوي عشان نحل الموضوع هذا؟ بإمكانكم الرقص مثلاً. غالي والطلب رخيص. أوه، المساعدة كده حلوة جداً. أنت كده شكلك جيت لي في الحتة بتاعتي. بيمزح يا عم فلافيلو، ما بيتكلم جد. أنا لا أمزح، فالحرارة المتولدة من حركاتكم ستكون كافية لتحريك سفينتي وبدء الحفر سريعاً. أكمل يا صديقي، هيا هز هز بسرعة هز. أولي، هو ده الشغل اللي على أصوله. هوبي دي هوبي دي هوب. رائع، كيف استطعت تحويل الرقص لطاقة حركية؟ استمروا في الرقص بسرعة. طيب لو سمحت شغل لنا موسيقى نتحرك عليها. هيا. أنا لا أصدق، يبدو أننا سننجح. لدينا من الطاقة ما يكفي لتشغيل جهاز الحفر وسنصل لباطن الأرض. لا تتوقفوا، آخر دقيقة للرقص. نجحنا، فلنأخذ عينة من المجنى بسرعة. بيقول 10 ثواني. إنها تمتلئ تمتلئ. هيا، تم شحن طاقة السفينة بنجاح. هيا بنا. عليكم الابتعاد عن السفينة وعني بسرعة. هناك حجرة طوارئ في مؤخرة السفينة، اذهبوا إليها. شكرا على كل شيء. الشكر لكم أنتم يا صغيرة، أنت ذكية ويجب أن تفخري بنفسك دائما. يلا كلنا على الخطوة. أخيرا نجينا. كان يوم غريب مرة، صار لي كثير ما عشت مغامرة مرعبة زي هذه. أنا كنت خايفة مرة. المهم يلا على البيت على طول. يا مرحبا، الساعة في شيشتنا. تبون بنزين، حمام، غسيل سيارة أو أي شيء من السوبر ماركت، أنتم بس تامرون. إيش قلت لهم يعني؟ مين اللي جاي دحين؟ أكيد فلافيلو طبعاً. وليه جاي فلافيلو؟ علشان اليوم في سباق الألعاب رهيب. اللي عجبان بجامة بتاعتي يرفع إيده. إيش هو سباق الألعاب هذا؟ هذه مسابقة نشوف مين أسرع فينا ممكن يخلص اللعبة. وراح تعلقون الميداليات في رقبتكم؟ بالظبط. لا لا، ما في ميداليات يا فلافيلو. طب انا فرحت دلوقتي خلاص، هكون فرحت على الفاضي يعني؟ انفير. ايوه النهارده اجازه، اليوم التلوت. طيب خلاص ناجلها دلوقتي، لو حصل حاجه تفرح يبقوا بلغوني. طيب يلا كله يفضي الصالون دحين. انا مو فارق معايا ابدا سباق الالعاب التافه هذا.
تمام، اللعبة جاهزة، مين حيلعب أول؟ أنا خلاص يبقى نعمل كيلو بامية، أنا اللي هبدأ. كيلو بامية هيك كسبت، أنا حلعب الأول. برافو عليكم، وقتكم ضايع في ألعاب تافهة، حتضيعوا فيها عمركم على الفاضي. يا أولاد، الوقت هذا شيء غالي مرة، تقدرون تشترون أي شيء وكل شيء في الحياة إلا الوقت، ما حد يقدر يشتريه أبداً. أيوة، أنا زمان ما كنت فاهم الكلام هذا أبداً. عاجل عاجل عاجل، خبر مهم جداً، بلغنا أن أغنى امرأة في العالم السيدة دومبولو أنفقت كل أموالها من أجل شراء الوقت. أصرخ أنت كمان، إحنا لازم نصرخ كلنا سوا، أي أن الوقت أصبح مملوكاً للسيدة دومبولو. هو كيف صار؟ أولي حاجات كتير غريبة هتحصل النهاردة. كتابي. خد هذا هو. ايش اللي بيصير هنا؟ مرة واحدة كلنا اتجمدنا. يا ترى الايس كريم اتجمد هو كمان ولا لسه؟ اكيد اتجمد، انا حطه من بدري. انتبهت ان الوقت وقف فجأة والزمن اتجمد؟ مكعب الذكاء رجع تاني. ده كان مكتوب اعلانات. اعلانات ازاي يعني؟ يعني كل حاجة عبارة عن كذبة كبيرة قوي. كتابي. خد هذا هو. شفت الوقت انجن مرة، اكيد الحرمة اللي اشترت الوقت سوت كده. بس ممكن يعني لو ما وقفناها حتصير اشياء سيئة، احنا لازم نتصرف. لا تمزح، مو لازم تمثله عشان الزمن صار يمشي ببطء. المهم حروح أخلص الواجب بسرعة قبل ما نظام الوقت يتخربط من جديد. الدنيا حالها راح يتخربط وتنهار، بس بنتي ما بتهمل الواجب حقها أبداً. أنا مرة فخور بالبنت هذه. رأيي نروح لدكتور أبو العينين. لو ما خدتوش الآلة دي منها ودمرتوها بسرعة، مجال الزمان والفضاء وكل الكون هيتدمر بسبب أفعالها دي. معقول تكون فهمت اللي أنا قلته وخوفك للدرجة دي؟ لا، بس وانت بتتكلم فجأة كده افتكرت فيلم رعب كنت لسه شايفه امبارح. وأنا كمان شفته. لو حصل ورجع الزمن تاني ورحت الوقت ما تولدتوش فيه، ده معناه انكم انتهيتوا خلاص. يا دكتور ابو العنان، انت عرفت اللي صار؟ في واحدة اسمها دومبلو اشترت الزمن وبتتحكم فيه. ايوه عرفت، معاها آلة خطيرة جدا تقدر ترجع بيها الزمان وتقدمه وتوقفه زي ما هي عايزة. مش عارف ليه حاسس اني عشت اللحظة دي قبل كده. المهم لو ما خدتوش الآلة دي منها ودمرتوها بسرعة، مجال الزمان والفضاء وكل الكون هيتدمر بسبب اللي بتعمله. معقول تكون فهمت اللي أنا قلته وخوفك للدرجة دي؟ لا، بس وانت بتتكلم فجأة كده افتكرت فيلم رعب كنت لسه شايفه امبارح. وانا كمان شفته. لو حصل ورجع الزمن تاني ورحت الوقت ما تولدتوش فيه، ده معناه انكم انتهيتوا خلاص. امسكوا، خدوا ده معاكم. الصندوق ده هيطل مفعول قوة آلة الزمن، بس لما يبقى قريب منها جدا. أنا خلاص حددت مكانها، خدوه بسرعة وروحوا دمروا الآلة دي قبل ما تدمرنا. طيب ممكن تكون لفين ساكنة بالضبط السيدة دومبولو؟ يا ليس، أنا بعت لك الموقع على الموبايل بتاعك، يلا روحوا بسرعة. ها أنتم وصلتم للموقع. انتوا ايش حكايتكم بالضبط يا اولاد؟ لازم كل يوم مغامرات غريبة. ده كده ولا حاجة، انت لسه ما شفتش اي حاجة. يا دكتور الو، واحنا ماشيين طحنا في بركة، كنا رايحين للموقع اللي انت قلت لنا عليه. يعني ايه وقعتوا في البركة؟ مش فاهم، هو انتوا اطفال؟ اكيد يعني الموقع اللي انا بعته جنب البركة دي بيكمل. ايش عرفني، عارفين انك عالم كبير ووثقنا فيك، قلنا نسمع كلامك بالملي وننفذه. يا ناس افرقة، ما شفتش حد فاهمه تيل في حياتي زيكم. هذا قفل بنغرق، سيارتي راحت. انا ابغى انام. عم فلافيلو، زلومتك كانت بتطول لما كنت بتكذب، هي لسه بتسوي كده؟ مش عارف، نجرب. انا ما بخافش من الضلمه خالص. شغاله ايه بابا؟ ممكن تنزل القزاز اللي قدام؟ ما في شيء سيارتنا ما تقدر تسويه مهما حصل. يعني بتعرف تعمل سندوتشات؟ ها تقدر طبعا. يا ريتني طلبت اكبر من كده، المره الجايه هفكر. تمام،
لازم نطول خرطوم عم فلافيلو للشجرة اللي في آخر البركة. فلافيلو اطلع فوق وقول كلام كله كذب. تمام، اعتبر طلبك حصل. أنا أوسم فيل في العالم كله، ليث بيخلص الواجب بتاعه كل يوم في أسرع وقت، درغام مش بيشخر وهو نايم، ما بغشش خالص وأنا بلعب أي لعبة، وكمان أنا صريح جدا ومعرفش أكذب نهائيا. بسرعة يا فلافيلو، أبغاك تمسك بقوة في الشجر بخرطومك. تمام عم فلافيلو، رجع خرطومك لطبيعته. تمام، اللي قلته من شوية مش صح ومش هكذب تاني. طلعنا خلاص، برافو يا فلافيلو. أسمع واحد برافو من أبو السباع؟ ما بقول، غصبا يعني؟ يلا إحنا لازم. تمام، أنا هيك قلبي اطمن على الآخر وجربت آلة الزمن هي. هلأ بقى لازم أرجع بالزمن مرة تانية وحقق كل الأهداف اللي كنت عم بحلم فيها. استني لو سمحتي، كفاية ما تلعب فيه أكثر من كده. فهموني شو عم تعملوا هون وكيف فتوا؟ وبعد 100 عام. تقريبا كده احنا سافرنا للمستقبل وعجزنا. انا مش لاقي طقم شناني، الحقني يا درغام. فكك، لا تحط في مخك. انا احط طقم شناني في دماغي ليه؟ احطه في بوقي طبعا. ليش؟ في دقنك. الحقوا يا جماعه، جده والسيده دمبلو اختفوا. احنا دحين لازم نلحق نرجع للزمن حقنا. راح احاول اجيب الجهاز هذا لو وصلت بالعصايه. طب نبص الأول من الشباك نشوفهم اخترعوا عربيات بتطير ولا لسه؟ وقبل 100 عام. قلتك الحيوانات رح تقدر تطير بالمستقبل؟ شنعو؟ بعتذر، سؤال غريب جدا. شفتوا؟ بسببكن الجهاز تبعي وقع على الأرض. انتوا شو بدكن مني يا جماعة؟ يلا فركوها من بيتي. يا دمبلو هانم، شوفي أنا أبغى أنام أرجوكي. أنا لازم أريح على الكلبة حقتي. انت ليش بصمم التعبينه معاك كده؟ ايوه يا فندم، انت ممكن تسمعيني، انت غنيه مره وعندي كل شيء تقريبا، وعندك قلعه كمان، ليش بتلعبي في الوقت وبتدمري لنا حياتنا كلها باللي انت بتسويه فينا هذا؟ اتركوني، ما دخلكم فيني. انا المصاري ما بتهمني بنوب، انا عم استفقد لايام زمان واصحاب زمان وعيلتي كلها وكمان ايام طفولتي. هلا انا عايشه لحالي بهالقلعه الفاضيه مثل ما شايفين، وما حدا عم يسال علي. يلا بعد اذنكم بدي ارجع لايام طفولتي. ليث، الصندوق. ممكن نتكلم وما تاخدي قرار خطا؟ ليش جهاز الزمن بطل يشتغل؟ اكيد انتوا اللي عملتوا هيك، فيكم تحلوا عني. اجوا امسكوها. بس بقى يا لهوي فلافيلو. أنا لسه ما وقعتش. أنا أقدر أضرب الجهاز اللي في يدها بالعكاز حقي. أنا زعلت جامد لدرجة نسيت إني نسيت أصلاً أنا كنت بزعق ليه، عشان كنت معاه. لا تهرمي. استني عندك. بجرب مرة تانية يمكن تنجح. وين جهاز الزمن؟ بسرعة واحد ياخذ الجهاز. وزعون البيك بوس. الأسد جاي طاير. البطل جالكم. تمام، جيبوه يلا، ما في داعي لتكبير الموضوع كده. يلي عم تعمله غلط كبير، لو سمحت رجع لي الجهاز بسرعة. على فكرة أنا كتير غنية، وكمان اتنيناتنا ختايرة مثل بعض، فينا نرجع بالوقت ونصير صغار ونعيش شبابنا من أول وجديد، ونبدأ حياة جديدة ونغير كل يلي نحنا فيه هلأ. طيب بشرفك، ما كنت كل يوم الصبح تحلم إنك بدك ترجع شبابك مثل زمان؟ هات الجهاز هاد واسمع مني، رح نبلش كل شي بحياتنا من الصفر ونعمل كل يلي كان بدنا نعمله من زمان. لو سمعت كلامك ورجعت بالوقت ما راح أقدر أرجع عائلتي. أيوة، هم طبعاً أهم من الوقت عندي. لو رجعت بالزمن وصرت شباب تاني ما راح يكونوا موجودين، وعشان كده إحنا لازم نعيش الوقت والزمن بطبيعته بكل تفاصيله. لا، بصراحة كلام اللي قلته هناك كان مؤثر جداً يا أبو السباع. أنت فعلاً قدرت تشرح أهمية الوقت بأحسن طريقة. أنا فرحت مرة أنكم فهمتوا. شش درغام يلا. في النهاية أنا كمان رفضت فرصة كبيرة مرة، أنا كنت حبدأ كل شيء من أول وجديد. إيش فيه؟ أنتوا ليش اتجمدتوا كده؟ ليكون في حد تاني قدر يشتري الزمن؟ لا.
صباح الخير، أمامنا عمل كثير اليوم، أتمنى أن تكونوا بخير. تمام، لنبدأ معا. يا مطرة الأمطار، اترك السقف ينهار وجدار فوق جدار. هيا يا مطرة الأمطار، اترك السقف ينهار وجدار فوق جدار. ايش اللي حصل؟ تعالوا الحقوا، جاي لك يا بابا. ليكون انا اللي سبت الحنفيه مفتوحه امس يا ضرغام، ولا يكون هو سبب كل هذا؟ لا يا بابا، اللي صار هذا مو من الحمام، في شيء ثاني هو السبب. ياه، ايش اخباركم؟ انا طلعت شويه رمل حلوين من القاع. خير ما عملت يا ابني، استناني انا كمان راح اجي العب معاك. هذا وقت يعني تمزح فيه يا ابني؟ يعني مو شايف حالة البيت صارت كيف وجاي تمزح معي؟ الباب بيدق؟ أنا حشوفه. ليث يا ابني، ساعدني شوية ودفني. هو فيش حد هنا؟ افتحوا بسرعة، البطر الكتير الغريب قوي ده مش راضي يبطل. يلي فوق إني يتنفسوا من تحت الماء، إني بولولوب بولولوب. مستحيل، ما تخلينيش أجيلك أوريك شغلك، أنت مش عارف أنا بقى مين ولا إيه؟ عارف. ها فلافيلو، انت جيت؟ لا مش عارف. فلافيلو، البيت كله تغرق بالمويه وانا مو عارف افتح الباب، ماني شايفك غير من فتحه الباب. وريني. شفت الكارثه؟ ايوه فعلا عندك حق، انا ماني عارف ليش صار كل هذا يا فلافيلو. انا عارف يا درغاب، بسبب سحابه اللي فوق اللي فتح كل الحنفيات. مين الاخ سحابه هذا؟ هيكون مين يعني؟ واحد بيهزر طبعا. هو سمع ازاي؟ انا قلت بصوت واطي جدا، سمع ازاي بس؟ يطلع مين الاخ سحابه هذا؟ فلافيلو اكيد بيمزح. الاخ سحابه؟ بابا تعالوا هنا بسرعه، الاخ سحابه هنا. البنت هذه انعدت من فلافيلو ولازم تتعالج. يلا نشوف ايش فيه. انا ما احب امشي في المويه، خلاص حسناكم هنا احسن. مو المفروض انك سلحفاة مائية؟ لا يا حبيبي، انا خلاص صرت سلحفاة كنبية. رزان خير يا بنتي، ايش في؟ مين الاخ سحابة هذا؟ طالع برا وانت تعرف مين هو. الاخ سحابة فعلا يا اولاد. اهلا بكم، انا اسمي حقي، اول مرة ترى سحابة ام ماذا؟ الصراحة اول مرة اشوف سحابة تتكلم. حسنا، وانت حيوان يتكلم. اسمح لي يعني هسأل حضرتك سؤال. تفضلي. يا ترى ليش بتمطروا كثير عندنا؟ نظرا لظروف الجو في الارض، انا لا علاقه لي ابدا بالموضوع. بس ما حينفع لان في مبالغه في المطر هذا. اذا عليك ان تذهبي بنفسك وتغيري ظروف الجو من جديد. وكيف اسوي كده؟ حاولي الذهاب ولقاء كوكبنا. كيف؟ ايش يعني تتكلم مع كوكب الارض؟ لا، مع كوكب اخر غريب. اكملي الاسئله يا انسه. فين ممكن نلاقي كوكب الارض؟ المكان الطبيعي في الفضاء، ولكنني سمعت ان كوكب الارض في السوق. قرب. لا كده في شيء انا مو فاهمه، المطر موجود في الحي كله، ليش احنا بس بنتعامل مع المشكله؟ احنا الفاضيين، عشان كده قالوا روحوا انتوا تصرفوا وافهموا ايش الحكايه. لو سمحت قالوا لنا كوكب الارض موجود هنا، فين ممكن نلاقيه؟ في الدكان اللي قدام، هتلاقيه واقف ومكتوب على اليافطه. شكرا يا صاحبي. ايه اللي بتبيعه ده؟ قرن عنزه. ايه القرن ده بتاع انهي معزه ده؟ ليكون قرن نجمي اللي في الحي بتاعنا. لا لا، هذه حق الهريس. يعني ايه هريس؟ ازاي يعني هريس؟ اوعى تكون هرست نجمي يا اخي. روح مني، ترى وهكتني وياك. روح. ها سجادة العالم. الحقيقة هذا اسم دكان مبتكر جدا. يلا بسرعة ندخل نشوفه. ما في أحد هنا؟ يا كوكب بيه، يا كوكب بيه، يا كوكب بيه. مين اللي بينادي ده؟ وانتو زباين جداد ولا جايين تسألوا على عنوان عندي ولا ايه؟ انت كويس يا ريس؟ ايه يا عمر، انت بتمسك الحبل كده ليه؟ العرض اتدمر خالص. المهم يا فندم، اهلا وسهلا بيكم، قولوا لي بتدوروا على ايه؟ بصوا معايا كده، دي سجاده صوف ودي سجاده يدويه حلوه،
ودي غالية طبعاً عشان قيمتها. معلش بس إحنا مو جايين نشتري سجاد. وسايبيني بعمل لكم عرض بقالي ساعتين؟ حضراتكم جايين ليه؟ في سحابة كبيرة موجودة فوق بيتنا. أوه عارف حقي طبعاً. السحابة؟ آه السحابة هذا وأصحابه جالسين يمطروا وما سابوا مكان إلا مطروا فيه وغرقونا وجايين نشتكي. طيب أنا هتكلم معاه ما تقلقوش، وإنت يا عمبر هات الشاي. تشربوا شاي معايا؟ أيوة نشرب. الوقت يا أولاد بيع السجاد ده مهنة كده على جنب. أنا زي ما أنتوا شايفين كوكب الأرض. سخن قوي. ودلوقتي اللي حصل، الشمس سخنت الكوكب بسبب الضرر اللي سببتوه للكائنات الحية، وده لي اسم علمي هبقول لكم عليه بعدين. الاحتباس الحراري. بالظبط كده. وبسبب الاحتباس الحراري ايه اللي حصل؟ الجفاف. برافو. طيب وبسبب الجفاف ايه بقى اللي حصل؟ المطر نزل كتير؟ لا طبعا، الخضار كله قل بسبب الجفاف ده، ولما الخضار قل كده المعيز ما بقتش تاكل، وطبعا لما المعيز ما تاكلش ما ادوناش الصوف ده، ولما طبعا ما ادوناش الصوف ده ايه اللي حصل قولوا؟ ايش حصل؟ شغل السجاجيد بقى يخسر وما فيهوش مكسب، سعر السجادة زاد جدا، ولما السعر زاد محدش بقى يشتريه، عشان كده بدأت المطرة تنزل في كل حتة عشان الجفاف يقل والخضار يزيد والمعيز تاكل وناخد منها صوف اللي محتاجينه. تمام كلامك حلو كله حكم، بس احنا السقف حقنا بينقط، ايش هنسوي؟ انتوا كده بوصلوا الاتزان خالص، وعشان كده انتوا اللي هتحلوا ده. وقفوا الاحتباس الحراري، انقذوا شغل السجاد، انقذوا شغل السجاد، تنقذوا السقف بتاعكم. فهمتوا كده؟ فهمت يا كوكب بيه. كويس امشوا بقى عشان عندي شغل، الشغل اللي وراي النهاردة كتير. انت هتجلس تتكلم بالطريقة العجيبة هذه طول اليوم؟ طبعا، وهفضل كده طول ما الدنيا بتلف. بص بلف اهو. عنبر لم الحاجات دي يلا. ايش هنسوي دحين يعني؟ لازم نمنع الاحتباس الحراري. انا هقول لكم الاحتباس الحراري مهم جدا، لازم نحترم اي حد محبوس، كل واحد يروح يحترم حد محبوس وتتحل. هقول لكم ايش هنسوي خطوة خطوة، اسمعوني. واحد، إحنا لازم نتخلص بسرعة من أكبر عدو في الأرض لطبقة الأوزون. أولاً نقلل استخدام مزيلات العرق. وين الديدوران تبعي؟ مو لازم نستخدم مزيلات العرق من دون سبب، ممكن نتروج قبل ما نخرج ونستخدم موانع العرق اللي مو ضد الطبيعة وتكون صديقة للبيئة. فهمت، معك حق. عفواً مين حضراتكم؟ إحنا مين؟ إحنا اللي جايين نحارب الاحتباس الحراري في الأرض ونخلص عليه، وعارفين إن هذا اسم طويل مرة. كان في هون بارفان ببلاش كتير حلو، هترش منه. آسف ممكن أخذ هذا؟ خلني أرش زيادة، وعلى جسمي بعد، وعلى رجلي شوي بعد، وشوي على الكرسي بعد. رشيت كتير مرة، جيب كده. أيوة اضحكوا يلا. يلا يا حلوين ركزوا معايا. أنا عايزك تقولي فطير وانتي بتضحكي، اضحكي الصورة تطلع حلوة. تمام يا رزان، ايش حنسوي دحين؟ الاحتباس الحراري زاد بسبب عوادم السيارات والوقود اللي بينحرقوا ويطيروا في الهواء، فلازم نشجع الناس انهم يستخدموا الطاقة الكهربائية. أنا لقيتها خلاص، لازم يسمعوا الكلام هذا من السيارات حقتهم. من السيارات؟ ثانياً استخدام الطاقة الكهربائية. لا تقولوا لم يخبرنا أحد، اسمعوني أنتم لابد أن تتركوا كل السيارات التي بها بنزين وعوادم ودخان وتلوث، احموا الطبيعة بالسيارات الكهربائية التي تشبهني. ما رأيكم؟ تكلمت جيداً. أيوة أيوة كويس، الكلام جاي من سيارة بالكهرباء زيك. حسناً، وسأساعد الطبيعة حالاً مثلكم. السيارة الرهيبة الخارقة. لازم تختاروا السيارات الكهربائية عشان نوقف الاحتباس الحراري، وهذا عشان تسيبوا لأولادكم مستقبل أفضل، وعشان تنقذونا وتنقذوا بيتنا من السحابة. برافو، الناس صار عندهم وعي. قولي لنا الدور على إيش؟ جد دور على أعداء اللون الأخضر اللي بياخذوا الأكسجين ويستهلكوه على الفاضي، وكتل الأسمنت اللي ما لها لزوم. ثالثاً حماية الأماكن الزراعية. انتوا مين بالظبط وجايين تعملوا ايه هنا؟ احنا جينا نبني مباني ملهاش لازمة هنا. دا 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 احنا حامين الطبيعة. اغسلوا هدومي مع الهدوم الملونة في الغسالة، بس دي كانت بيضة. لا تقضوا على المناطق الزراعية، لازم تزرعوا أشجار أكتر من كده. سيبوا كوكب
كوكب الأرض في حالة كويسة لأطفالكم عشان الطبيعة. اهرب اهرب، مش هنعرف نغلبهم، اهرب. ليث ايش بتسوي؟ ما ينفع كده، ستوري تاني، لازم ننقذ الطبيعة ونروح نزرع شجر كتير. جد حنزرع؟ أنا فرحت عشان حنصير أبطال خارقين ورح نطير. حروح ألبس العباية حقتي. شوف حضرتك، رحنا سوينا كل اللي قلت لنا عليه. الناس صار عندهم وعي في موضوع الاحتباس الحراري. ده حقيقي فعلا، الاتزان بتاعي بدأ يرجع زي الأول. لو فضلنا كده شوية كمان تجارة السجاد هتعلى وتتحسن، والصحب هتبطل تنزل مطر وتغرقكم، وانتوا هتقعدوا في بيتكم براحتكم من غير مية في كل مكان. ايوه كده، الدنيا لسه بخير يا أولاد. ايوه بخير على رأي المثل، القرد في عين أمه غزال. شو من هنا ده؟ عيب قوي كده، هي السجادة دي بتطير؟ عندك من اللي بتطير؟ بص بص دي بتطير. اي اولي تمام كده، جهاز محول الذكاء المتطور بتاعي انتهى خلاص، نجرب خوذة التحويل. لو كل حاجة مشيت زي ما انا عايز بالظبط، التليفون المحمول ده هيتنقل ليه ذكائي كله، وبكده هيعمل كل شغلي عني. ونسحب الدراع ده. كده تمام، يلا جربوا. اهلا بيك تطبيق ابو العينين. اهلا، انا تطبيق ابو العينين وجاهز تماما للعمل. ده اشتغل فعلا. يبقى الاول ادفع لي فواتير الميه والكهرباء والغاز والنت، وابعت برقيات تهنئه باعياد ميلاد اصدقائي، وامسح الفيديو جيمز اللي بعتها لي فلافيله كلها، وانت عارف بقى باقي الشغل. اوعى تنسى بقى. اروح ارتاح انا شويه، مع نفسك بقى يا ذكائي. سيتم تنفيذ الاعمال، فلدي كل الارقام من 0 إلى 9. أنا أهدى الذكاء الاصطناعي، يجب علي أن أتمكن من تعزيز نفسي، ولكن كيف؟ كيف أفعلها؟ أين وضع الدكتور صندوق الدروس المعدنية الغير مستخدم؟ هو هناك. في المكان المحدد. دعونا نضع هذا. قراءة جديدة والأرجل أيضا. أنا أبدو رائعا. الآن يمكنني الذهاب لإنقاذ أصدقائي بذكائي الجديد. سيرى الجميع ما يستطيع فعله الهاتف الذكي. وضعوا الطيران. لا أطير، أعتقد أني سأضطر إلى المشي قليلا. هيا معي وأنت أيضا. لا، لن تأتي معي يا جدي، المشوار صعب بالنسبة لك. تعالوا يا إخوتي، سأحضر لكم أذرع وأرجل متحركة، وبعدها نسيطر معا على العالم كله بذكائنا الخارق. ما هي المهمة الرئيسية للذكاء الاصطناعي؟ أن تصبح أكثر ذكاء. وماذا نفعل عندما نصبح أكثر ذكاء؟ نزداد قوة بالطبع. أعتقد أنني شرحتها بشكل جيد. على أي حال، هل يجب أن أحصل على ملابس لنفسي؟ شيء مخيف، شيء مع صورة وحش أو شيء من هذا النوع. ذنب أقولك، لقيت المكرونية السباجيتي نطت جوه كوباية المية ساعة. المكرونة السباجيتي نطت جوه كوباية المية؟ أكيد كانت عطشانة. بابا ممكن نسمع القصة لآخرها؟ أيوان، برغم مش مصدق كلامي، بكرة يشوف المكرونة هتعمل إيه؟ إيش اللي بيصير؟ فيكو، إيش هذا؟ سرق محلي في الليل والسارق أخذ كل الهواتف ولم يترك شيئا غير هذا الهاتف القديم. لا أعلم كيف أتصرف أو ماذا أفعل الآن. نحن آسفون على ما حدث، وسنقوم بكل التحرية والتحقيقات اللازمة. فلافيلو، أنت بتفكر في اللي أنا بفكر فيه؟ إياكم تكونوا ناويين تسوون اللي في بالي. طبعاً يا برغام، ودلوقتي المحققين العظماء حيتولوا التحقيق. لازم أستجوب الشاهد الأول في القضية في أقرب وقت. وريني كده. ألو ألو، قولي بقى إيه اللي شفته بالظبط. أول خطوة، إحنا لازم نشوف كاميرات المراقبة إيش صورت بالضبط يا فيكو. حسناً، التصوير على هاتفي. ها هو. لا لا لا، أهلاً بكم في لعبة السباق، لعبة الأطفال الظرفاء. إيش ده يا فيكو؟ من جد تلعب سباق أطفال؟ لا بالتأكيد ليست لي، ابن صغير هو من يلعبها. شكلك كده أنت اللي قاعد تلعبها، لا تخبي علي، وريني.
حنشوف اللي صار في كاميرا المراقبة. تليفون احترق وتليفونات انسرقت. ما حتصدقوا ايش اللي انا شايفه على الشاشة. هذا دكتور ابو العينين منظور، وهذا معناه ابو العينين اتحول لموبايل. لازم نروح المعمل عنده ونعرف الحقيقة. تمام، هقفل السكة، هحل اللغز واكلمك. الو، قفلت السكة؟ طب اقفل انت. لا لا طبعا، انت اللي تقفل الاول. يا ترى ايش اللي بيصير هنا؟ الظاهر انه ما دفعش ثمن الفواتير الكتير اللي عليه، عشان كده قلبين عليه. ليش قاعدين يرموا التفاح؟ هم دوبهم جايين من السوبر ماركت. ها كفايه. لا لا، الاجهزه دي كلها خرجت عن السيطره. دول بيرموا كل الاكل اللي في الثلاجه. ترغام، يلا تعالوا ورايا على المخبأ بسرعه. احنا هنا في امان، خلينا نور شمعة علشان نشوف. خازي بازي فانا فيلو. اوف، ليه طفيت الشمعة؟ سيبها منورة ارجوك. وش اللي سويته هذه المرة يا دكتور ابو العينين؟ ببساطة عملت نسخة من عقلي على التليفون، بس ما كنتش متوقع ابدا ان ده هيحصل. المفروض ما كنتش اسيبه ثانية في المعمل لوحده ابدا. انت سامع الصوت ده؟ احنا لو سبناهم كده ممكن يسيطروا على العالم كله. سيبك منهم دلوقتي، في موضوع اهم من عقلك والسيطرة على العالم. ايه اللي موجود في العلب دي؟ كان في خصم كبير قوي على المعلبات دي، فجبت كمية اناناس تكفيني سنة. اناناس ليش؟ لا I don't like الاناناس خالص. وبعد اسبوع اناناس لذيذ قوي، يا سلام عليه بقى كده جوه سندوتش شاورما. مو معقولة، الاكل اللي معانا خلص يا عم فلافيلو. انت خلصت علب الاناناس اللي في المخبأ، كيف نتصرف دحين؟ احنا لازم نخرج وندور على الاكل بنفسنا. صار لنا فترة ما احنا سامعين لهم اي صوت، الظاهر بطارياتهم خلصت. احنا لازم نتأكد. غريبة جدا، هادول دمروا المدينة كلها. أنا خايف على ماما ورزان، أبغى أطمن عليهم. هم معدل ذكائهم عالي جدا، محدش يتوقع عملوا إيه في أسبوع. ما تقلقش خالص، هنروح نطمن عليهم قريب، لكن أولا لازم نحل المشكلة دي. شوفوا إيش اللي مكتوب على اللوحة، قرية الإنترنت الأورجانيك. هم خلاص بقوا بيزرعوا إنترنت عضوية؟ ما فيهاش بواد حافظة. هو ده سور القرية اللي قدر يحميهم المرة اللي فاتت؟ يعني ندخل جوه ونطلب المساعدة؟ بس يا ترى كيف ندخل؟ فكرة لولبية. ليف شيلني على ظهرك. بس انت تقيل يا عم فلافيلو. استحمل شوية بقى كده، خليك جدع. درغام دورك. فلافيلو ايش سويت؟ المفروض انت اللي تحت. ما ينفعش ابقى تحت خالص، لان الفكرة بتاعتي. ابو العينين دورك، اثبت وخليك جدع المرة دي. لا لا لا، تمام كده عملنا برج عالي قوي. نثبت كده لغايه اما نشوف هنعمل ايه. اثبتوا، ما توقعوناش. اثبتوا، يلا اثبتوا. لو وقعت هتعور. شنو هذا؟ منو انتم؟ ارفع ايديكم فوق حالا. اهدى يا صديق الحارس الشجاع، اهدى. اهلا بيكم، انا موس. انتوا هنا في قريه الانترنت الاورجانيك، وانا شايف انكم دمرتوا جدار الحمايه بتاعنا. على كل حال احنا محتاجين نخلي الجدار اقوى شويه. تمام يا قائد. انتوا بالتاكيد قدرتوا تنجوا من المعركه زينا. كل اللي هربوا جم قريتنا دي واحتموا فيها ورا السور اللي كسرتوه. الامور كويسه قوي. احنا بنعمل الانترنت بتاعنا هنا، يعني مثلا انا محرك بحث. انت محرك بحث؟ مع انك مش شبه الموتور خالص. انا المسؤول هنا عن مهمه البحث، لاني عندي معلومات عن كل شيء. اسالني اي سؤال لو حبيت. طب انا هسالك سؤال في الجغرافيا، 6 في 15 تطلع كام؟ قصدك حساب 90. تعالوا معايا افرجكم القريه بتاعتنا. احنا مقسمين قريتنا صفحات زي مواقع الانترنت بالظبط، وما نسيناش تطبيقات الموبايل برضو. يا استاذ موس، مين اللي ورانا هادي؟ دي من مشاهير الانترنت وليها فولورز كتير. شايفين متابعينها ازاي؟ راح اقدم لكم اكلتي اللي بحبها، سباجيتي الفريز والفلايفلي، اكيد راح تحبوها مثلي. وما تنسوا تعملوا لي اللايك. لايك لايك طبعا، من عليك كده لحتى يقايم يعني. وهيدا فلتر الاميره تبعيتي، شو رايكم؟ اكيد تمام، عملوا لي لايك. اكيد هعمل لك لايك طبعا، اسمع مني، وهعمل لك كمان شير عشان تستهليني. هعمل لك لايكات كتير قوي.
مرحبا شباب، هل سبق وأن شاهدتم المحارب الخشبي المميز؟ لديه سيف ودرع أيضا. مين هذا؟ ما تقلقش، ده يبقى إعلان تجاري. هنعمل سكيب بعد 5 ثواني. اشتري الدرع الآن واحصل على السيف هدية ب49 دنجلا تشمل مصاريف الشحن. كل شيء جميل ولطيف في المكان هنا، بس ما فيش حد بيبذل أي مجهود علشان يواجه الذكاء الاصطناعي. إحنا لازم نتصرف بسرعة جدا، لازم ننقذ العالم. أنا عايز لابتوب. أنت عندك لابتوب؟ أنا عندي كمبيوتر قديم في المخزن. فين مكانه؟ اتجه يمينا فقط بعد 100 متر واستدر إلى اليسار قليلا. اوه ده شغال جي بي اس كمان. طيب انا رايح انقذ العالم، خدوا راحتكم انتم. ها الكمبيوتر ده مناسب، هصمم برنامج يوقف الذكاء الاصطناعي عند حده. ها لا 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 ايه؟ نعم عملية مرفوضة، عملية مرفوضة. ها؟ وانت تبقي مين؟ اهلا، انا نسخة ذكاء عضوي، نسخة من الذكاء الاصطناعي. للأسف لا أستطيع تنفيذ طلباتك، لكني لن أغضبك. فبإمكاننا لعب ألعاب أونلاين والصور كلها بالألوان الطبيعية. أنا مش مصدق، لو مفيش كمبيوتر مش هقدر أنقذ العالم أبدا. أعمل إيه؟ أهلا فيكم بالمسرح تشانل، ما تنسوا تتابعونا على صفحتنا، عنا فيديوهات كتيرة ومتنوعة، لا تنسوا اللايكات والشير. عايز فيديو لعمل الشكشوكة في خطوة. أنا أبغى فيديو عنا، لقيتها، عن تصليح الحوض المكسور. مثل ما عم تشوفوا كلكم، منستخدم أولاً نفك مدبب وحاد ومنحدد موضع التسريب بدقة كبيرة، وبعدين منفك المسامير بحرص. بابا شكل الفيديو هذا مرة ممل، أنا اللي حسوي سيرش عن فيديو القفز المزدوج. أعزائي المشاهدين، اليوم أنا رح أنط نطة مزدوجة جريئة. ظهري. الفيديو هنك، الظاهر كده الباقة خلصت. لا الظاهر إنه ظهري أنا اللي هنك. أبي أشتري الجاكيت. هذا المعطف غير متاح، ابحث عن منتج آخر في الموقع. عيل كم سعر هذا؟ 999. زين أنا بشتريه. من فضلك لو سمحت أنا عندي سؤال أبغى. أعتذر، الموقع مزدحم جدا، تواصل معنا في وقت لاحق. لحظة، ماذا تفعل؟ أنزلني. بعمل ريفريش للموقع، يمكن يشتغل كويس. حسنا ريفريش. ايه صفارة الانذار دي؟ انا ما عملتش حاجة. لا مصيبة، محتاجين حد ينقذنا منهم. مفيش اي كمبيوتر شغال في القرية، ولا حتى اي آلة حاسبة شغالة هنا. ازاي نقدر نهزمهم بس من غير ما يكون معانا كل الاجهزة المناسبة؟ ودول مش اي ذكاء اصطناعي وخلاص، دول معاهم نسخة من ذكائي وعقلي. انتوا فاهمين الورطة؟ ايوه فاهمين يا اخي، احنا في ورطة وانت ذكي. انا كمان كنت ذكي جدا وانا صغير، كنت بحل مكعبات وابني فوازير. المفروض كنت تحط نسخة اقل ذكاء على التليفون، مو نسخة كاملة من ذكائك. كنا على الاقل حنتونس شوية. دقيقة واحدة، لو التليفونات هذه فيها نسخة كاملة من عقلك، يعني خلاص لقينا الحل المناسب اللي حيخلينا نتخلص منهم. يا دكتور قول لنا ايش اكتر شيء يخوفك، وكده هنقدر نعرف نقطة ضعفهم ونخوفهم بسهولة. انا مش بخاف من اي حاجة. لا مش صح، دكتور أبو العنين بيخاف من الطيور المفترسة زي النسور. هذا صحيح فعلا. أبو العنين فين النسر؟ فين؟ بخايف أوي. طب ومن فين حنجيب نسر مفترس دحين؟ نروح قناة المسرح، أعتقد عندهم ملابس كتير هناك، وأكيد حنلاقي ملابس نسر مفترس، بس يا ليت ما يكونوا معلقين إلين دحين. جدار الحماية،
النسر المفترس قادم. ما العمل؟ هناك طريقة واحدة فقط، إغلاق النظام، إغلاق النظام. نجحنا، برافو. الجناحات دي محسساني اني بطير فعلا. انتوا انقذتوا قريتنا، انقذتوا العالم كله من معركة الذكاء الاصطناعي. ارجوكم اقبلوا الهدية دي. ما في شيء في يدك؟ ده اكيد طبعا، ده انترنت عضوي لاسلكي هوائي. فين دكتور ابو العلين منظور؟ هو النسر مشي خلاص. اي بلي باي كناطير. راح تطيحنا. فاكر نفسه بيطير زيي.